وذلك. ثم رمضان إلى رمضان. إذن فرمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، معنى أن هذه الأفعال العبادات اللي هي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصوم رمضان فإنها من أسباب تكفير الذنوب اللي هي الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر، وهذا شرط، فإذا توفر الشرط توفر المشروط. وأنتم تحفظون الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن من صام رمضان إيمانا بالله سبحانه وتعالى موقنا بفضله وكرمه وما دخلش ولم يشرك مع الله سبحانه وتعالى شيئا في عبادته، صام لله وحده، ليس كمن يحرم نفسه من الأكل والشرب والجماع، شهوات ديال البطن وديال الفرج طيلة اليوم، ولكن لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش، ولا ينال من قيامه إلا العياء. وشحال ديال الناس، كثير ديال الناس هذا حالهم، ما كيدي من الصيام ديالو إلا الجوع والعطش، ولا ينال من قيامه إلا التعب، فلا ينال أجرا ولا ينال فضلا، لأنه ما دارش الأسباب والشروط، لم توفر فيه الشروط ولا الأسباب ديال الأجر على أن يؤجر. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، إلا الجوع والعطش. إذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سوى الكبائر كما مر في الحديث الآخر، ومن قام رمضان كذلك إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قامه في الصلوات المفروضة وقامه في النوافل، فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة إيمانا واحتسابا.